بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نعمل مع بعض النهاردة المشبك الدمياطي. هو طريقته سهلة جدا ومقاديره بسيطة زي مقادير لقمة القاضي، بس اللي بيفرق عن لقمة القاضي قوام العجينة والعسل وطريقة التشكيل. فعجينة المشبك بتكون أخف من لقمة القاضي، والعسل بتاعه بيكون أتقل بكتير عن لقمة القاضي. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بالمقادير. عندي 100 جرام دقيق، حوالي كوباية. عندي كمان 100 جرام نشا، حوالي كوباية الا ربع. ممكن نزود الدقيق ونقلل النشا شوية لو حابين. عندي كمان مية دافية للعجن، وهيبقى عندي ذرة ملح ومعلقة صغيرة خميرة فورية وشوية فانيليا. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هنخل الدقيق والنشا مع بعض، وبعد ما نخلت الدقيق والنشا هضيف لهم الملح والخميرة والفانيليا وهقلبهم مع بعض كويس. وبعد كده هضيف المية الدافية واحدة واحدة واقلب لحد ما احصل على عجينة سايلة الى حد ما. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم المية تكون دافية. هقلب كويس لحد ما يبقاش في اي تكتلات في العجينة. وبعد خلاص ما قلبت العجينه كويس ما عادش في اي تكتلات دقيق، هغطيها واحطها في مكان دافي عشان تخمر. هما في المصانع بيسيبوها تخمر فتره طويله قوي، حوالي 10 ساعات، او بيسيبوها من بالليل للصبح. بس انا مش هسيبها من بالليل للصبح ولا حاجه، هسيبها بس لحد ما تخمر ويتضاعف الحجم بتاعها. اهو ده القوام بتاعها اهو. دلوقتي هغطيها واسيبها تخمر. وبعد كده هبتدي اعمل الشربات اللي هيتسقى بيه المشبك. هو شربات المشبك بيبقى تقيل قوي وبيمط شويه، واللي بيخليه بيبقى كده عسل الجلوكوز اللي بتحط فيه، لان هو لازم يتحط فيه نسبه عسل جلوكوز كبير. انا هحط عسل جلوكوز قد السكر، هحط 2 كوباية سكر وكوبايتين عسل جلوكوز ونص كوبايه ميه. وبعد كده هضيف نص كوبايه الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن اضيف عصرة ليمون او شوية ملح ليمون. وهحطه على النار يغلي لمدة 5 دقايق بس. وبعد ما حطيت السكر وعسل الجلوكوز على النار هضيف له عصير نص ليمون وهقلبه لحد ما السكر يدوب. وبعد كده هنضف جوانب الاناء بفرشة مبلولة مية عشان اضمن ان مفيش اي تسكير يحصل في العسل ان شاء الله بعد ما يخلص. يا اما لو مش عايزه انضف جوانب الاناء انقله في اناء تاني من غير ما اقلب بقى، عشان ما يبقاش فيه بلورات سكر تنزل تعمل لي تسكير في الشربات او في العسل. دلوقتي هبتدي انضف جوانب الاناء عشان بلورات السكر ما تنزلش في العسل وتعمل تسكير، لان نسبه السكر هنا كبيره فلازم ناخد بالنا. وهظبط على 5 دقايق وبعد كده اطفي عليه، وبهدي النار واخلي بالي لانه هو بيفور زي اللبن، يا اما احطه في اناء كبير شويه. وهنزع الريم كل ما يطلع اللي هي الرغوه دي. وبعد ما فات 5 دقايق هطفي على العسل واحط له شويه فانيليا، او لو عندي ماء ورد او ماء زهر ممكن احطه، واسيبه لحد ما يبرد عشان احط في المشبك اول ما يطلع ان شاء الله من الزيت. وبعد ما العجينة خمرت هبتدي هبطها كده قبل ما اشكلها. وبعد كده هعبيها في ازازة، انا عملت في الغطا بتاعها خرم كده عشان تسهل عليا التشكيل. هستخدم القمع عشان اصب العجينة. بسم الله الرحمن الرحيم. وممكن احطها في كيس تلاجة عادي واقطعه من قدام واشكل بيه، او ممكن احطها في كيس حلواني، او ممكن احطها حتى في ازازة مستردة او اي حاجة لها فتحة من قدام عشان تسهل عليا التشكيل. ودلوقتي هبتدي اقل المشبك. انا هقليه على مرحلتين. اول مرحلة هعمله في الحلة ديت، عشان انا اخترت الحلة دي عشان دورة كده تاخد شكل المشبك. وبعد كده هنقله في صينية اكبر، والصينية دي اللي هنقل فيها المشبك عشان يكمل سواه ويبقى مقرمش. وبعد ما الزيت سخن بسم الله الرحمن الرحيم هادي شوية وابتدي اشكل المشبك. بسم الله.
هعمل اي اشكال كده، وفي الاخر اعمل دايرة عشان تاخد شكل الحل. هسيبه لحد ما يتماسك من تحت، وبعد كده هنقله في الصينية التانية. كده خلاص بدأ يتماسك، هنقله بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، هنقله على الوش ده. اهو ده شكله بعد ما نقلته. ههدي النار شوية عشان يستوي على راحته، وهكمل الباقي بنفس الطريقة. هعمل كمان واحد، وكل مرة ارج الازازة. بسم الله الرحمن الرحيم، اعمل بأي شكل عشوائي، وفي الاخر اعمل دايرة حوالين الحل. ولو مش عايزين تعملوا الخطوة دي وتعملوه على مرحلتين، ممكن تقلبوه هنا عادي ويكمل سواه في نفس الحل اهو. وبعد ما القرص ده احمر هطلعه. انا مش عايزاه ياخد لون غامق، انا عايزاه يفضل فاتح برضو اهو. هحطه في الشربات على طول واسيبه منقوع فيه شوية، وهنقل ده عشان اعمل غامق. وبعد ما المشبك بيستوى بطلعه احطه في الشربات البارد وهو سخن، واسيبه في الشربات شوية عشان يشرب كويس. وده شكل المشبك بعد ما صفيته من العسل وبرد. ما شاء الله هش ومقرمش وجميل جدا، وما خدش وقت ولا جهد في عمايله. ودلوقتي اكسر لكم حتة عشان تشوفوا القرمشة بتاعته. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو سامعين صوت القرمشة ما شاء الله، وشوفوا المطة بتاعت العسل بتاعته. ده المطة دي عشان محطوط فيها عسل جلوكوز، لازم يتحط فيه عسل جلوكوز. ودلوقتي هوريلكوا المشبك تاني يوم ازاي العسل بتاعه بيمط زي اللي بره بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان امبارح كان لسه سخن شوية فكان المطة مش باينة قوي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين المطة دي؟ ده زي اللي بالشارع بالظبط اهو. ان شاء الله يعجبكم، وبالهنا والشفا.